عقد مجلس النواب جلسته العادية 15 في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية عددا من الموضوعات المهمة، من أبرزها استيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومناقشة سياسة الحكومة بشأن وضع المتقاعدين في المملكة. مجموعة من الأسئلة تم توجيهها اليوم في جلسة مجلس النواب لسعادة وزيرة التنمية المستدامة، من أهمها جهود وخطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، بالإضافة لتوجيه الأسئلة لسعادة وزيرة شؤون الشباب حول أبرز المشاريع والمبادرات والجوائز والبرامج الموجهة للشباب. وانتقل المجلس إلى المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ثم انتقلت وقائع المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيارة السنوية وعرض التقاعد الاختياري للموظفين. اليوم كان عندنا مناقشتين عامة بخصوص صندوق التقاعد، وطبعا من الجيد أن يتم هذه المناقشة وعقدها في هذا الوقت للتعرف على وضع الصناديق التقاعدية بعد إقرار قانون التقاعد وقيام مجلس التأمينات الاجتماعية بعدة إصلاحات. فمن الجيد أن احنا اليوم نكون نلتقي مع معالي الشيخ سلمان وزير المالية للتعرف على وضع الصناديق التقاعدية. أصحاب السعادة النواب طرحوا عدة استفسارات خاصة بالاستثمار اللي موجود في أموال صندوق التقاعد ووضعية الصناديق التقاعدية، بالإضافة إلى مستقبل 3% الزيادة السنوية. احنا نتمنى من الحكومة طبعا مراجعة بعض المواضيع، وحنا قدمنا مقترح لتعديل أو رجع ل3%، بس نبغى يكون بعجلة في وضع أسرع. في نفس الوقت احنا تقدمنا اقتراحات انه يكون هناك في حد ادنى للمتقاعدين للرواتب، فاذا حطينا تقريبا 750 دينار بيكون ده قدرنا يكون خلال الايام الجايه. فهذه هو اهم شغل الشاغل يكون للحكومه والنواب وقطاع الخاص والنقابات العماليه، ان مد العمر الافتراضي للصناديق لديمومتها والإيفاء بالالتزام جميع الالتزامات. فهذه لازم يكون شغل الشاغل للجميع، والتعاون اللي شفناه ولمسناه اليوم بين اهتمام الجانبين في هذا الشق. وفي بند ما يستجد من أعمال، طالب المجلس بإصدار بيان بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تأجيل تحصيل مكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب بالقطاع الخاص. وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر رفضه. متابعة مستمرة من قبل مجلس النواب خلال جلسة اليوم تأتي في ظل الحرص الكامل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدفع نحو استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية بما يحقق مصلحة المشتركين. خالد العون، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.